الصبح ما احلى شبوب النار لو صرت مرتاح ومصلي. اسعد الله صباحكم جميع، يا هلا وغلا لكل شخص صاحي مع الصبح. ولا عزاء للسهرانين ولا عزاء لاصدقاء السهر. والله ما عينا من السهر الا النكد واللغو في البيروت، ولا لقينا من الصباح الا شو عليكم الهواء النقي. تحس مع الصبح يجيك الهواء صافي، ما بعد حلنا اروح. حسب خبرتي ودراستي البسيطة اللي بدون كتب وبدون دراسة وبدون مواد، ان انقى هواء في اليوم هو الهواء اللي يجيك مع الصبح من الساعة 5 إلى الساعة 6، الساعتين ذي. يعني لو تقارن بين نقاء الهواء الساعة 7 صباح والساعة 8 في الليل، أنا أظن أنك تعي الهواء اللي مع الصبح نقي مرة ما قد استخدم، عكس الهواء اللي يجيك بعد صلاة العشاء. طبعا أشوف أن الموضوع ده ما في حد قد درسه، وموضوع مهم لازم يدرسونه ويشوفون وش أنقى ساعة في اليوم. شكرا لكم. طيب حنا يا مسعود وش نستفيد من المعلومة ذي سواء صار الهواء نقي صبح ولا في الليل؟ بقولك، إذا قمت مع الصبح طول الصبح قاعد تستنشق هواء نقي، عكس إذا قعدت مع المغرب بتقوم تستنشق هواء مستخدم سبقك عليه اللي قام مع الصبح. وأشوف إنكم ما تنسمون في الليل بعد. بعدين احد اهم اسباب امراض النفساني لخبطة جدول النوم. شلون يا مسعود؟ بقولك، تقوم من الرقاد مغرب 30% نفسيتك تعبانة من لخبطة جدول النوم، 20% نفسيتك تعبانة من غيره بسيط من عيشتك، 30% ثانية من موضوع صاير لك تراكمات، مستحيل ما في احد عنده تراكمات، عندك تراكمات. بقى 20% مطفر والقم مريض نفساني. يلا روح. ارفع من شره
جه نفسه وقدهم في الحرام. عاد عاد اعلاننا طاحم تساوي، اعلاننا طاحم تساوي. شنو هذا يا معود؟ شنو؟ سكروا، اخذوا الجوال مني، اخذوا الجوال، اخذوا الجوال يا معود. ولا اكل عرفتها. روبه قبل ما روی پله ما، کاش تو این وز نبینم حداقل اکزما جنس جو. اسعد الله صباحكم، يلا حيهم يا هلا وغلا. طراه مفردات شبحي خلافي، يوم من الايام طالع من الكويت مسافر انا والوالد، الله يطول في عمره ويعافيه ويعافي جميع مرضى المسلمين. انا اللي سوق، هو من يمينه، ولحقنا موتر كان قدامنا، الموتر ذا طفنا عليه، تعديناها شوي وغنى العود الله يطول في عمره. يقول سلامي، طبعا هو لا شاف احد ولا شيء ولا بس كذا يبغيني استانس. سلامي على اللي وجنته مثل شمس عصير، الى هائفة لغروبها والسما صافي، عشير يتل القلب تل الوحش للسير، الى شاف له طلعا على البعد متقافي. أنا يومهم قدامنا قد بغيت أطير، عقب ما فهقناهم قد أشوف هي خلافه. الله يا أبو علوي الله. والبال ما في ظنى والدمع من عيني يسير، يرضيك تهجرني أنا أسير في حب عظيم. والبال ما في ظنى والدمع من عيني يسير، يرضيك تهجرني أنا
أسير في قضاضي وثان وادنا لدان وثان وادنا لدان وثان وادنا لدان وثان اسمع الله اسمع سلام يا أبو عروس السلام عليكم مساكم الله بالخير يلا حي يا هلا وغلا انا فرماح وانا رايح للرياض لازمني انبه الرجال ذا مرحبا يا هلا وغلا يا ابو سالم يا مرحبا سم سم هذا اسنام موثق تكلم وعطهم لي بالخاطر وعطهم بيتين كذا لي نعم ها ما عرفت اصور عجل الله يحفظك قبل لا ذك دقائق معدوده مرحبا بك ويسعدني ويشرفني اني اطلع في السناب رجل من عمالقه الساحه رجال الدولة من رجال الدولة والله يوفقنا وياك والقصيد ما عندي قصيد بيتين المشاعر عندي تخربط لأنها سناب يعني ما عاد من السناب الأول اللي أنا خارج أنا طالب في بيتين الكلام الزين مفتاح القلوب والكلام الشين هو مغلقها والتواضع فيه غفران الذنوب وهركب الروس ما حد مطاقها يا سلام والسلام ختم ألا وهي من عيني انت عوارض لها صدوف جفاها المنام موسى بلا الدمع الصافي يجي من بعيد عاني لجل شوك شوف لجيت معي أنا جوك أجي من بعيد عاني لجل شوفك شوف هلا طبعا بروح اضبط عندي هواء علشان يجي بثنا او طمنا مع المي بلقى بسنه